الفنانة هند عاكف الجميلة، برحب بيكي معانا في ركشت في النهاردة. كل الكاميرات عليكي وكل الأنظار جاية مستنية الفنانة هند عاكف وإطلالة الفنانة هند عاكف. النهاردة بقى كلميني على إطلالة فيها ريش وورد وحاجات كده وتتريس كتير وترتر. ربنا يخليك. لا ده مش ترتر، ده سراس والله. هي إطلالة مختلفة، أنا حبيت أعمل إطلالة مختلفة. برضو فاشن ديزاينر مولر هو اللي عامل لي الدريس. قلنا نعمل حاجة مختلفة، الحمد لله احنا بنحب كل مرة نعمل حاجة مختلفة. وعايزة أقول لك على حاجة بخصوص الدريس اللي فات، أنا لو أعرف إن هو يثير الجدل بالشكل ده صدقيني ما كنتش لبسته. أنا ما توقعتش ده خالص، أنا توقعت اللي يثير الجدل لون شعري، عشان بقالي كتير قوي ما عملتش لون شعري أصفر، فأنا حبيت ألبس الويك البروكة يعني باللون ده بس، لكن انا ما قصدتش اثير الجدل ولا حاجه. وطبعا الميك اب ارتست النهارده والشهر نور، ونور جايه لي مخصوص من ليبيا علشان تعمل لي الميك اب، يعني كانت حابه تعمل لي الميك اب بنفسها النهارده. الفستان ده اخترتيه بعد الفستان الاول، حبيت ان هو يبقى محتشم زي ما هما بيقولوا ان هو كان الاول جريء شويه، حبيت ان هو يبقى محتشم المره دي، ولا انت مختاريه من قبل اللي فات؟ عايزه اقول لك على حاجه ملوش علاقه الاحتشام، الديزاينر هو اللي اختاره، كان مختار الدريس ده وده وبس، كان بس الديزاين اساسا هو مختار التفصيله هتتعمل ازاي، ولكن اللي هو نزل جابه بقى بعد يعني او قبل كمان، مش يعني الفستان ده خد من 20 ل 15 يوم تفصيل، فده كان يعني الفاشن الجديد اللي هو الفلاورز ريش. طبعا ده انا بصراحه اختلفت مع الديزاينر عليه، قلت له يا مولر بلاش ريش عشان ما حدش يقول لك دي اطلاله مثيره وعايزين تصير جدل تاني بالريش. قال لي لا ده الريش اساسا فاشن، وانا فعلا شفت الريش فاشن في مهرجان كان كلهم لابسين، عشان بس ما حدش يعمل كوميكس يا جماعه، في مهرجان كان النجوم كانوا لابسين فساتين كلها ريش، عشان هم بيصطادوا لي اي كلمه ويقولوا لك نعمل كوميكس ونعمل ونعمل، وطبعا يعني حاجات مش عارفه اقول لكم ايه، وبيغيروا الصوت وحاجات كده زي ما بيقول ايه، انا طلعت ترينك، هو هند عاكف هتقول ترينك يعني، انا مش عارفه اقول ترند يعني، طبعا الذكاء الاصطناعي، وراحوا قالوا لك ايه طلعت ترينك، فكله بقى عامل ايه ميكس على ترينك وحاجات بقى، ويعني عايزه اقول لك يعني بصراحه الحاجات دي يعني مش هتكلم فيها خلاص. ده شعر هند عاكف، المره اللي فاتت كان شعر كانت اكستنشن، المره ايه اشدهولك بقى ولا اعمل ايه؟ قولي لي بقى نعرف ايه سر شعر هند. لا 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 هو ده شعري الاسود اساسا، انا مش هغير لون شعري دلوقتي خالص. هند المره اللي فاتت كنت لابسه مجوهرات كان ذهب، المره دي بقى كلميني عن الاكسسوارز دي بقى، دي اكسسوارز فعلا ولا دي الماز ولا ايه؟ انت عايزه ايه بالظبط؟ مش هتكلم. لا انا مش هتكلم. لا بتخافي من الحسد؟ لا دي دكني، ساعه دكني بحبها قوي لانها كانت جايه لي هديه من اسرتي يعني، فانا حبها جدا فلابساها النهارده. الباقي بقى مش هتكلم عليه لو سمحتي ارجوكي يعني. بتخافي من الحسد؟ انا مش لابسه حاجه اهو والله اهو. بس لابسه في ايديكي ما شاء الله يا هند كتير يعني، بتخافي من الحسد بقى؟ لا ما بخافش من الحسد، كلهم حبايبي ومحدش هيحسد. شفناكي بعد الدريس ده اعلاميات كتير استضافوكي في البرامج، وفي البعض قال لك ان هم بيتصيدوا اللقطه بقى والترند علشان يطلعوا مع هند عاكف، انت كان ردك ايه؟ وبرده شفنا هجوم كبير عليكي من بعض الاعلاميات بسبب الفستان. انا عايزه اقول لك على حاجه، كل واحد حر في رايه، وهم طبعا يعني جمهورنا الحبيب ومن حقهم يقولوا رايهم سواء بالراي ايجابي او سلبي، انا بحترم كل جمهوري وبشكرهم كلهم، ومعلش مره دريس ما يعجبهمش مره يعجبهم، فعادي يعني احنا كفنانات انا بحب اعمل حاجات مختلفه ولوكات مختلفه دايما، وبتقبل اراء الجمهور يعني، بحترم جمهوري بصراحه، حتى اللي قال راي سلبي انا برضو بحترمه. وعايزه اقول حاجه بس للشباب الجيل الجديد اللي هو ما يعرفش هند عاكف، بعض الكومنتات كانت بتتكلم ان هو ما يعرفش هند عاكف، انا عذراك يا جيل يا جديد، انت جيل حبايبي ومحترمين جدا جدا، ولكن انا عايزه اقول لكم عشان انا غبت عنكم شويه فانتوا ممكن ما تكونوش شفتوا اعمالي، لكن عشان تعرفوا هند عاكف قبل ما تكتبوا اي كلمه عنها او نقد يعني، او تقولوا هي عملت ايه او ما عملتش ايه، الجيل الجديد انا بقول الجيل الجديد اللي انا بحبه جدا. احنا لسه حالا هند شايفين واحده لسه صغيره وعارفه هند والمسلسل عارفه اقول لك على ليلى مراد، فانا بقول لكم انتوا حبايبنا واخواتنا واولادنا، انا ما بزعلش منكم ابدا وبعذركم، ولكن عشان تعرفوا هند عاكف عملت ايه، انا بشتغل وانا عندي 4 سنين، واكتبوا على جوجل او اليوتيوب اعمال هند عاكف الفنيه، مش هند عاكف بس، لو كتبت هند عاكف بس هيبقى الموضوع هيطلع لك الترندات، لكن لو كتبت مسرحيات هند عاكف، وزير هند عاكف، اعمال هند عاكف، فده هيبقى يعني شيء مناسب جدا ان انتوا تعرفوا الفنان على حقيقته يعني. بما
بما اننا جبنا سيره الاعمال والفوازير، قال لك ده هند عاكف هي اللي مخترعه الترند ان هي عايز ترجع بالفوازير دي تاني، عايزين رد بقى صريح للناس. والله الناس اللي بتطلب مني يعني، وبعدين على فكره مش لازم فوازير بيبقى فيها استعراضات يعني، لا ممكن فوازير تتعمل من غير استعراضات، ممكن رقص ايقاعي، ممكن حاجات كوميدي، لكن مش شرط يعني استعراضات. برغم ان انا ممكن ادي استعراض، وطبعا لو انا هعمل فوازير، ده لو انا هعمل فوازير يا جماعه ها اكيد هيبقى فيها تحضيرات، وفيها طبعا على الاقل الواحد يخس 10 15 كيلو، لكن انا ما قلتش انا يعني. انتوا تفتكروا ان انا هقول انا عايزه اعمل فوازير؟ الجمهور اللي قال كده على فكره مش انا، ويمكن انت شاهده على الكلام ده، الجمهور اللي بيكتب على التيك توك وبيكتب على صفحتي عايزين فوازير، عايزين، عشان انا عملت فوازير 3 مرات قبل كده، فهم اللي بيكتبوا، مش معقول انا هقول يا جماعه انا عايزه اعمل فوازير، لا انا عايزه ارجع الوسط الفني وارجع للدراما بعمل مناسب اجتماعي، ده اللي انا بطلبه وده اللي انا بقوله، بدور مناسب ليا انا كهند عاكف. قلت كفوازير هتخسي مثلا كام كيلو بس، كاستعراضات هند بتعرف ترقص؟ والله بقول لك انا عملت فوازير 3 مرات، تقولي لي بتعرف ترقص؟ مش عارفه، مش هرد والله. اللي عايز يعرف، يتفرج على الفوازير بتاعتي على بالي، والفوازير بتاعتي انا والفنان حسن الاسمر اسمها الدلتويه، يعني هي الدلتويه فيها التتر موجود، وعلى بالي التتر موجود على اليوتيوب، اكتبوا فوازير هند عاكف وانتوا تتفرجوا، مش هقول اكتر من كده. هند هتبقى حريصه في اختيار الفساتين اللي بعد كده بقى عشان ما يعملش. حاضر، انا عينيا البس لكم المره الجايه عبايه عشان ما حد، وممكن البس كمان شوال. عايزه تطلع ايه رايكم البس شوال؟ ايه رايكم؟ عارفه صدقيني لو مش عايزه اتكلم. ربنا يخليكم ليا. والله يا جماعه انا ما بسعاش للترند، صدقوني انا ما بسعاش للترند، بس انا بحب اعمل طلات مختلفه. انا علشان انتوا ما شفتوش هند عاكف في السنين اللي فاتت، لسه شايفينها قريب على السوشيال ميديا، لان انا زمان ما كانش في سوشيال ميديا، لما في عز ذروه السوشيال ميديا كنت انا خدت اجازه من الفن بس. مواصفات فتى احلامي ايه؟ بقول لك انت هتودينا في داهيه، بقول لكم ايه؟ يلا كفايه كده بقى، يلا يلا. لا والله خلاص، لا 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 بجواز ايه؟ على فكره انا حياتي الشخصيه يا جماعه ما بحبش اتكلم فيها، لا 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 انا حياتي الشخصيه ما بحبش اتكلم. باي باي جمهوري الغالي، والله العظيم والله العظيم والله العظيم انتوا احلى حاجه في حياتي. والله انت احلى